انتفاضة تشرين في لبنان أتمت عامها الثاني، وكما السنوية الأولى مرفأ بيروت هو المحطة الرمز لإحياء الذكرى، وقد أضيف إلى رمزيته الاشتباك السياسي القضائي العنيف فيما يخص تحقيقات التفجير، وأرخت أحداث العنف في الطيونة ظلالها على الزخم الشعبي وعلى مواقف المتظاهرين. اللي صار الخميس عم بيأكد قديه غباء وجبن هذه الأحزاب اللي ما عم تعرف تتصرف مقابل التغيير اللي صار بالأرض والجرأة على الناس، وأنه هي تدافع عن حقها بالعدالة، سو هي بعدها عم تتصرف مثل ما قبل 17 تشرين. هلأ نحن ليل طبيعي، يلي صار من كم يوم بالطيونة خوفت كتير ناس، عدا عن كمية اليأس كمية الأحباط. نحن هون تنقول أنه مكملين، يمكن ما رح نقدر نعمل كتير، بس على الأقل في ناس بعدها عندها حلم. قصر العدل هو الآخر كان محطة للمتظاهرين. الشعارات أكدت أهمية معركة استقلالية القضاء لبناء الدولة، وهو من أبرز مطالب الانتفاضة، كما التغيير الذي لا يزال موضع ثقة لدى المنتفضين. الثورة هي الخيار الوحيد، لأنه الحكومات اللي عم تتشكل حكومات مثل الأول، الحكومات مثل الحكومات قبل الثورة، بعد ما في شيء تغير، بعده نفس العالم، نفس الوزراء، نفس النواب، بغيروا أسامي بس بعده ضمن نفس المنظومة. هناك إرادة، هناك تصميم، هناك عزم أنه نحن نكمل لو شو ما كانت الظروف حتى نغير هيدي السلطة. تغيير هيدي السلطة هو أساس، لأنه نحن مقتنعين أنه صار في استحالة للإصلاح. هذه هي ساحة الشهداء. هنا هدرت جموع الانتفاضة خريف 2019، لكن المتظاهرين يصرون على أنها لم تحل إلى الذاكرة، فالانتفاضة كما يقولون مسار طويل أسس لنواة تغييرية وكسر حواجز الخوف التاريخية. هو نبض جديد استعدته انتفاضة تشرين. مواطنون أكدوا تمسكهم بالانتفاضة كخيار في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي لا تزال متمادية في البلاد. ليال خروبي، اليوم، بيروت.